الإخوان، السلام عليكم، مبارك عواشركم وليلة الجمعة، فرحوا والديكم على ربي. عاودوا عاوتاني، ليلة الجمعة فرحوا والديكم على ربي، ليلة الجمعة فرحوا والديكم على ربي. معليناش، حنا جينا اليوم لأن علاش جيت؟ والله ما عرفتش علاش جيت. انا جيت سيدي، الناس كتبوا لي قالوا انت ما قاري ما والو جاهل. قلت لهم ودي لو كنت قاري كنت راني في البرلمان تنتهجى. ايوا انا ما جيتكم الصراحه. النهار الاول، نهار بينا هذه القناه، هذه شي 3 سنين ونص ولا قريبه 4 سنين سبتمبر ان شاء الله، قلت لكم راني ما قاريش، راني جاهل من الجاهليه، جاهل من الجاهليه وغير الخربق. فهمتي؟ نبقى نخربق 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 بحال قلت دي الدكتوره كوثر، تبقى في لابوراتوار تخربق تخربق تلوح شي بومبا. انا بحال هكا تبقى نخربق نخربق. هذا بحال قال لك لي سيونتيست، لي سيونتيست يديروا يدخلوا لابوراتوار تبقى يخربقوا تيخربقوا يخربقوا تلقى واحد الفورميلا كيما حنايا لقينا الفورميلا بان 7% في المجتمع ديالنا نزيهين والباقي كلشي. معليش ما نقولوهاش. اش بغيت نقول لكم دابا الخوانه، دابا الخوانه هي بانت على حقها. هذاك بخاري ولا بخريق ولا بخريه، هذاك رئيس الاتحاد المغربي للشغل، باع اليد العامله، باع اليد العامله الاخنوش. واش عباد الله، هذا فاتح ماي معروف العالم كله، تم الامريكان والانجليز تم اللي يحتفلوا بفاتح ماي اللي قازم يدخلوا السوق الاوروبيه المشتركه والميكي تاهما ملي فاتح ماي. وجي هذا الكحل، هذا بخاري بن بخريف، هذا اللي شد الاتحاد المغربي للشغل بحال بيع 20 لجدو. فهمتي؟ فلهذا هذا باع اليد العامله الاخنوش. واش عباد الله، هذيك اسمك الدوله اللي فيها هذاك المغربي حدا الحيط، هذاك لطفي، هذاك لطفي ديك هامبورغ، هو ماشي في هامبورغ هو برلين. هذيك هامبورغ عطاو المسلمين والناس ديالهم، عطاوهم 3 ايام فيها عيد الفطر وعيد ماي وعيد شي حاجه اخرى، 3 ايام عندهم راحه. هذيك هامبورغ مديده عطاوها لهم. ويجي هذا يقول يد العامله ما كاينش الديفيلي لان كوفيد. واش هذا حمار؟ حنا الوزير ديال وزير الصحه السابق، هذاك هانكوك حكمت عليه المحكمه داكشي القرارات اللي اتخذ. هذا ماشي قانونيين، ودابا غيدعيوه لان حبس الناس يشوفوا مواتهم، حبس الناس يمشيو للروضه يدفنوا عباد الله. هذاك هانكوك وعند الاخر حصلوا تيبوس السكرتير ديالو، فهو ما عرفش كيدير له قتل العرب في البيرو، شدتو الكاميرا. هذا هانكوك وعلى الاخر قال جداه رجلة، ماشي جدو رجلة، ماي جراند ماي ستيب جراند فادر هي دايد، ويبكي ويجيب فين تعرفوا راه جده كانت مجوجه مع شي واحد، ماشي ما جدك ما والو، علاش ما كتبكي لينا حنايا؟ وعلى الاخر على الاخر قلبوه دابا حاكموا المحكمه حكمات. داكشي حنا خصنا نديرو حنايا، ولكن حنا ما عندناش العداله النازيه باش تنوض تحاكم داك اي طالب، ويت اي طالب خصنا نحاكمو، لان ديروا شي قرارات ندير لي هذا. الناس ماتوا هباء المنطورة على والو، كذبوا علينا بان كوفيد ما كوفيد، هي ما كاين لا كوفيد لا والو، هي غير داك الزكام الزكام. وحنا عشنا مع الخنازير وعشنا مع مالكشي وهذا عندي، وحنا ما عندناش كوفيد بحال دابا. هذا كون كان شي ديمقراطية عندنا في هذاك اليد اسمو الاتحاد الوطني للقوى الشعبية، لا الاتحاد المغربي للشغل، كون عندنا شي ديمقراطية في هذا كان يدعيوه في المحكمة، يقول لهم اشنا هو باش هذا، اشنا هو الحجاج اللي عندك باش ما تخليناش نحتفلوا بعيد ماي فاتح ماي. ملي هذا بدا على قبل الاخنوش، هما صحاب النقابة كلهم ولا القحاب، البيع والشراية تيبيعوا الاصوات، يدخلوا البيرو مع مولشي تيقولوا بابا وارد، تيخرج يقول لهم صافي اتفقنا، ولا ما اتفق على والو دور معاه عطاه الانفلوب وصافي وتيبيعكم. هذا بخاري ولا بخريف ولا هذا ولد
فين وجد البلديه ديالو باش ماناش ماشي قود ماشي سقنا فهمتي. هذا بلي اللي قال لهم ما نحتفلوش بانه كوفيد جاب لي واش عنده شي كوميسيون ديال سيانتيفيك ولا هذه ديال هذا باش قال لك بان غادي كوفيد اللي عملنا الديفيلي غادي نكثر كوفيد والواك والرجاء ما شحال شي حدا شي وما كاين لا كوفيد لا والو. حنا عندنا هنايا ما كاين لا كوفيد لا والو غير هو غير هذا الاسود هذا هو اللي يقول لك ولا هذا ولا تشتري العبد الا والعصا بالك لانهم اجلس الملك تحيه العواسه كلهم خوتي غير هذا لا هذا بخاري فهذا بخاري في دارنا حيدنا مي شي المره الجايه يحيد لنا السروال باعنا يعني انا ماشي يد العامله قلت انا بالي ندخل معك ولا خصني نقول لك قال دخل معك في المعنى فلهذا ما نطولش عليك شي ما نطولوش ما نطول الوكيل معاك الثاني ما نساوش ما نسمع حتى شي قرار ولا شي واحد من هاد القنوات ديال هاد المعلقين ديال الرياضه هذا مورنينغ فوتبول وهاد اللي شوف تي في وهذا حتى واحد ما تكلم على الزبل لانهم هما بكرهم تيعيشوا في الزبل ما تيعرفوش ما معنى النظافه ما تعرفوش لا على الجماهير لا 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 حنا نخلصوا فلوسنا نخلصوا خصنا حقنا ندخلوا التيران نلقاو نقي نتي ويتناداو ديزانفيكتور باش ما تكونش كوفيد ودير لك الزبل الخبز قراعي الناس تيبولوا في القراعي لان الكابينه بعيده تيبولوا في القراعي وخليهم تما عاد خلي القراعي ديال المحيا خاوي وقاعد الروج وبالمرو كيفاش دخلوا القراعي البيرا والروج للتيران ما عرف ولكن ما عليناش دابا حنايا هاد الجامعه هاد الشركه المكلفه الله يعلم نتكلم العربيه المكلفه بتسيير هذا الملعب وديك الطبوزيه ديال العمده هادوك اش يديروا اش يقولك المستشارين والبرلمانيين ديك الناحيه وزيد كلهم والقحام اللي يديروا والو ما كيديروا اش ما خصش هضره راني فطرت فاش نلقى بالخسر اخر خسر هضره ولا شي حاجه ايوا هذا كيما درنا معاكم وهلا درنا هذاك بالنهار تمشي لي الصيام يدير درنا في العشيه اللي غنمشي للتواريخ للتراويح عندي ايوا شو خو الله يرحمك لما دخل صاحبك كرك شرب القهوه وقول بحال هكا بقيت تسد عليك الريان يا خلي نتكلم الله يرحمك خلي نتكرع على راني انا كنت صايم بالجميل وكي دابا ميفطر ما معليش فلهذا هادو هذاك 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 بدر الدين الادريسي وذاك العمام راه وزيد عليه هذاك الوداني القديم الفرخ ماشي يقولوا لي هذاك وزيد عليه هذاك وزيد حتى العصابه ندخلهم حتى هما معاها العصابه حتى هما ما فيها والو بعطينا طبخ بخشين في ديورهم وما كان تيعملوا لك هذيك الكونفيرونس هذيك التي في كوليك ديال الكولو بانوا تكذبوا علينا ما قالوا لنا والو ما تكلموش لينا هذه راه هذه دار بوم في العالم دار بوم الزبل ماشي كوكب كذا شي قاع ديال هذا ديال تشوينغو مش عارف الخبز والبولو حاشك الخراك الاخر ايوا شنو هو هذا؟ هذا واش غادي يتكلموا عليه ولا ولكن ما عندناش شويه يتكلم علينا، شكون اللي يتكلم علينا؟ لأن البرلمان الكلي مش كلشي مشري ويجيبوا لنا وزير الثقافة يقول أخ الله يلعن عادي الثقافة، مقلبة قال لك مقصر في رمضان في الوزارة مقصرين حتى الصباح، لقاها بربعة الصباح ومازال مقصرين هذا قال لك حق هذا نعملوا التراويح، كاين شي تراويح حتى ربعة الصباح، شنو لقاها هذا كلهم ولا فيزو بابا اللي قاري ف الشواهد المزوار ديال باري فرونسي عندي ولا كندا ولا الطبخ كتبوا علينا فهمتي انا نقول لك ماشي سوقي الله يرحمك خليني دابا ندير بلا غنب على واحد النداء وصلني عليا اللور الابي قال لكم غادي غدا مع 12 الليل غادي البار سوف يكون مفتوحا طول الاسبوع احتفالا بفاتح ماي وداك عزيز ما عندهم يقول لنا على فاتح ماي يعني ماشي سوق لان احنا ايمين ما عرفتش بلاد عربيه ايمين من هادشي ديال البيع والشراء ديال النقابه ما احنا ما عندنا نقابه ولا وزير الثقافه ولا وزير فاكهه التعليم ولا شي حاجه ما عندنا كلشي يدخل الكرو فهمتي احنا نديرو داكشي اللي بغينا لان احنا كنادي شريف سامي العالي العلوي السلطاني تاع السكيري المغاربه السكيري المغاربه عبر العالم ودابا تنهنيكم الله يدخل عليكم شو الشهر الجاي شوال شوال الله يدخل لكم شوال وتبعدوا القعده ودوا الحجه وهالعام سهله وتشوف المنافقين ولا القحاب غادي للحج غادي للحج بالكريدي ها انا نمشي للحج يا خويا ما كرهش نمشي للحج بيت الله
ولكن ما عنديش فلوس، ما عنديش فلوس، انا نهار كل يوم نبيع الشراب. ايوا عندي، ايوا شوف مني غيجيني. لا لا الا خونت كالبول تسمى السرقه، كيما درت كيما اللهم اخويا نهار يجيب الله شي تقريبا نمشيو لهونغ كونغ. معليش لا لا اسمو لي فاكت تايلاند معليش. فلهذا اخويا المغاربه نطوش عليكم بزاف، لان عرفتكم تبعكم الطريق تبعكم الطوارئ وهذا وهذا. فلهذا كيما ما نقول لكم كنت شي حاجه تيبان لي داك اسمو لك الدري هذاك لطفي هذاك جاب لي جاب لي جوج قطع دابا ويلي عرفتي، وجاب لي داك اسمو لك يوسف الزرواني، وجاب معهم واحد الكتاب اخرى جابهم باش يقطع بهم، تبان لي الطابله خاويه ما فيها لا ماكله ولا فيها قطع خاوي. مش هادي ماشي ديال الشراب، غير ديال ديك المولة العائلية كوكا كولا ولا شي هاكاك عارض عليهم، مش معارض عليهم. جابهم يقطع بهم، قال لك حكا جينا من بعد الفطور، ويلي هو غاب بوحدو في الدار، اش هاديك كوكا عليهم الماكلة؟ ها؟ ايوا تلقى له ديك الشاورما ولا فريكاديلا ولا شي حاجة، قال لك جاو يشوفوا جاو زعما كنا باش السيبور الصروالي وهذا ذا هافي وايت، ذا هافي وايت ديال اليوتيوب المغربي، علاش ما عرفتيش على تحفة توجي عندك. ما عليناش هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، هادشي ما شنو نبقى نضيع وقتي، ما عندي ما نضيع عندي. الله غالب اخوتي، الله غالب. انت تشوف دابا انت يا انا هذا بالك، ما عنديش الوقت باش نبقى نتسنط الكاس مروان، ما عنديش الوقت من بعد نمشي نقطع به عندي. هو راه جاب جوج قطعات، جاب لك السروالي غادي يحفلوا، غادي يحفلوا البيران 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 على الاولى. كان معكم انايا من هنايا، الله يطول عمره وعش المباركه. انا مشيت باش نتقدا، ماذا مدتني باش تكسيري في العيد التقاليد، حكيت لها احكي لها هناك مرتي كان كانت اختي ولا صاحبتي ولا امي، هذا بابا هي مسكينه تكسيني، داتني للقيصريه باش تكسيني، لقات الاثمنه غاليه، لا نقول القحاب مي القيصريه، زادوا في الاثمنه، زادوا في مطيشه، زادوا في هذا، دا من الكساوي بغيناها باش نزيدوا في العيد باش نكون بشي حاجه. وبقى غادي طلع ديك الزقه ديال اي فيلم طلع لها وجاي لنا وغادي باش نوريكم الحوايج اللي لابس. ايوا ما درنا ما لقينا والو، غالي علينا لان حرام هذوك البيع والشراء ديال الحبوس وديال القيصريه، يقول الحرام والبحيره كلهم شفاره، كلهم شفاره. زيد عليهم الكارديانات، قالوا لي الكارديانات صروا هاد الايام بلا ديال ديمكم، هاي حنا باغي يدوز رمضان، حنا مابقيش نخسر رمضان، بقي لي نهار ولا مش حاجه لا، وندور لكم ندور لكم انتم مولين الباراسول ومال القحاب، ندور لي ديمكم ندوز لكم الصيف كله، هذا الحرام الكارديانات الله ينعل تصيلتكم، هذا الحرام الشفاره. لكن شنو وانا مليح، وانا اي واحد اللي تيخونني ولا تيخونكم ولا تيخونكم، حنا ما يعني ما شنو نحترمو، واش عيب الله الناس داخله القهوه تياكلو ما شافو محل لا والو، نمط واحد الدراويه حتى هي بحال هكا بخريه، دارت شبه حتى هي، لا لا حشومه جايه تطلي من الفيترينا، اش داك عندهم الناس باركين تما تياكلو ويشربو، يكون رمضان ما يكونش رمضان، لا هذا قالك شدو 80 واحد. ايوا شدو 80 واحد، إذا كان شي محامي صحيح غادي يقول لهم واش هاد الناس كانوا واش شتيهم تياكلوا؟ واش شتيهم؟ لا عندها حاجة ما كاين في القهوة، واش غالب راك في القهوة حاط قدامه كاس ديال الأتاي ولا كاس البيرة ولا شي حاجة ولا شي تريسار، واش تياكل ولا تشرب؟ لا، شتيه صورته وخصهم يجيبوا التصاور، فهمتني؟ بحال لما قداو 80 واحد، قداو 80 واحد هنايا غادي يخدم فيها البيع والشراء، كثر كثر الدريات اللي باو تما بيعيطوا عليهم يدوروا معاه ويدوروا معاه ويخرجوهم، قال لك هذيك تحفة قال لك تيحميهم، انا تحفة واش حد يدير تقوليهم ديال هذا الشيء، هذوك الله قال لك هذوك هذاك الامن الوطني تيحميهم، هاتي تحفة منين انت قلتي هذا الامن الوطني تيحمي هاد الدريات هاد 80 واحد ولا 70 واحد اللي شدوا ديك القهوة، فهمتي؟ وعلاش ما يديهمش الكوميسير ويخرجوهم يقولوا سير بحالكم؟ ها؟ غيدوزهم تما 48 ساعة، لا والو، لا والو، ياكلوا فيها يصوموهم بزز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دابا هاد البوليس غادي هاديك 80 واحد غادي يخشوها تما في الخرا الخنز، 80 واحد والو ما داروا والو، أشنو هو كانوا تياكلوا ناتشو واحد شكم بهم هذا هذا، وغادي يديروا هاداك 80 واحد تياكلوا، خليهم ياكلوا، وداك اللي تيحوي النهار كل واحد تيحوي تشدو أجي أنت كنت تحوي. ايوا ولا فهمتي هادشي 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 فهمتي بحال هادي باش تشد واحد ودير المحكمة راه خصك هذا، ولكن بحال ما عندناش العدالة النزيهة كون داروا هنا في الانجليز غنقول ايه واش تياكل
اش من الماكله كانت ياكل، واش كانت ياكل بفرشيطه ولا بالعشق ولا بيدو. انت هادشي كاع خص تبين للجيج، ولكن هادو يقول لي سيني 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 لدين امك سيني هذا. ايوا هو يقول حق عندنا دوله الحق والقانون، اش من القانون راح تقاول بعد من الله يرحم باك. ويلي غادي تنيرفي اهلي يوم الخميس غادي تنيرفيوني، وانا ما نبغيش نتنيرفي الخميس، لان غدا ان شاء الله غادي رمضان، غادي نقول له بالسلامه ونقول له تشاو جود باي رمضان وجود باي سيوا قال نيكسير الى بقينا عايشين الى بقينا في الحياه ولا في الكسناب. يلا وراك وعاود كرك بدي اخوان سمحوا لي الا خسر الهضره، راني غادي انا ملي كنا نتكلم هذاك الشيء علاش ما والله العظيم الا راني انا هنا داخل سوق راسي هنايا مهاجر مهاجر مهاجر. انت الوزاره الخارجيه ما تجاوبناش، واش تجاوبني انا ما جاوبوا الهضره ولا يجاوبوا لي انا واش تي البسان ها ها التزامات ديال اسمو ديال السيفل سيرفيس الوظيفه اللي كيما تقولوا انتم بالعربيه بالوظيفه. انت شوف شوف الدراويه الدراويه هذا بوخريف هذا ديال اليو ام تي قال لهم ما كاينش كوفيد، ولي على الدراوي ما هو مطبيب ما هو والو، ما جابش شي كوميسيون اللي غتقول لنا بان اذا خرجت 100000 واحد غادي ياخذوا كوفيد. وحنا عندنا في وان بي 90000 واحد تفرج في البوكس وما كاين لا كوفيد لا والو. واش تي انا هذا عزيز دار تيدير قد راسو، هو هذا دار تحيه للاخوان وتحيه لكل شيء وتحيه لهذا وتحيه لهذا وصافي. هادشي اللي كاين حتى المره الجايه غير ما نساوش التيرانات الملاعب ديال الكره تيستعملهم كبرقة بقرة حلول واش نقولوا لها بالعربية العربية الملكين كاو دابا خص نحدوها لهم نحدوها لهم. وهذا ديال الاتحاد المغربي للشغل هذا خصو يمشي يقود بحالته، بارك عليه بارك عليه. واش دابا ولاد ولا لاباس عليهم بدي مليونير هو مليونير. ايوا الاتحاد المغربي للشغل حاصق هو دابا قال لي دابا اخرج دور معاه قال لي ما تخرج لي العامله يبدا ياخذ في الزنقه ولا شي بدي. ايه واش تي باعنا 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 الله يلقيها لك الله يعطيك شي بلاك مصيبه. هذاك بلاك مصيبه واش تخبر لي ما تسلم.